طبعا كل ده بيأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن كريم للمواطنين، وده بيأكد على إن ملف الإسكان هو واحد من أبرز الملفات اللي حظت خلال الفترة الأخيرة باهتمام كبير من جانب الدولة وجهة الدولة المصرية في استثمارات عامة بحوالي 614 مليار جنيه لقطاع الإسكان فقط خلال 8 سنين بس. الاجتماعية التي تقدمها الدولة، حيث أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستفيدين قد بلغ نحو 2.5 مليون مواطن. وخلال السنوات الثماني الماضية تعاملت الدولة في إطار استراتيجية موسعة مع فكرة السكن الميسر الملائم من حيث الفكرة والمفهوم، على اعتبارها حق من حقوق الإنسان، وهو المحرك الذي دفع الدولة لتنويع مشروعاتها لتتناسب وفئات المجتمع المختلفة